وكان الاحتلال الإسرائيلي قد انسحب من جنين ومخيمها بعد عملية استمرت 10 ساعات، وقد أصيب 7 فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال اقتحامها جنين، بينهم فلسطينية وصفت إصابتها بالخطيرة. إلى ذلك أظهرت مشاهد تفجير عبوة ناسفة محلية الصنع بآليات الاحتلال خلال إحدى عمليات الاقتحام لمدينة جنين، أعقبها إطلاق نار كثيف لمقاومين على جنود إسرائيليين مدعومين بأكثر من 40 آلية عسكرية، وصلت عمليات تجريف وتخريب ممتلكات الفلسطينيين.